حنا فصل الشتاء، أكيد الكل عنده درج ملابس، لكن الملابس القديمة اللي عندك حاول إنك تصدق فيها لأي محتاج عندك في الحارة، عامل يكنس أو سواقك. أنا جبت لك مكياس فاضية، هذا كيس هي، وهذا بحطه في كيس. أقرب واحد لو بس تعطيه من عند الديش تعطيه. عامل ولا واحد محتاج، والله يا نصهم قسم بالله انه ما عندها الريال اللي يشتري. اقرب واحد وقف عنده بهذا المالك، صدقني كن دعوه منه تستجيب عند الله سبحانه ان الله يفك لك دير عندك ولا لا. منها نظفها حطها في كيس وعط. عندك عمال، عندك ناس محتاجين، اسر، عسى الله اني اروح لهم البيت. هذا شيء بسيط حبيت ان الجميع يشارك فيه، واجرى عند الله عظيم جدا. داخلين في فصل الشتاء، بعض الناس والله ان حتى ما عندها ريال اللي يشتري، فانا اقول عندك جاكيت، عندك شيء، هذا معك وانت طالع حطها معك السيارة. شوف هذا اعطه قدمه، ربما دعوة تجيك.